برنامج حكايتي مع الحركة الكشفية. بداية حوارنا حيكون على تاريخ انتسابك للحركة الكشفية وكيف كان الانطلاق. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. بداية أكيد قبل لا نحكو على انتسابنا للحركة الكشفية، أكيد نحييكم ونتمنى لكم التوفيق وبارك الله فيكم. الفريق الإعلامي وفوضية طرابلس على تحت الفرصة وعلى البرنامج القيم حقيقة اللي فعلا يعني لنا فترة نبغى نشوف نشاط ونبغى نشوف مجموعة من الإبداعات الإعلامية، وإن شاء الله تكون الانطلاقة متاعكم هي اللي بنفس الوتيرة نستمر بها للأمام ونبرز دور الحركة الكشفية في ليبيا بشكل عام ومفوضية طرابلس بشكل خاص. بداية طبعا أكيد أنا انتسبت للحركة الكشفية في سنة 1989. كان الانتساب متاعي في فوج المدينة، واستمرنا في الحركة الكشفية وترفعنا إلى أن احنا ترفعنا للفرقة البحرية، كانت الفرقة الثانية بحرية فوج المدينة اسمها. بعدين درجنا أكثر ومشينا للسلم القيادي، واليوم أنا مفوض الكشافة البحرية مفوضية طرابلس. يعني الحمد لله، يعني كنا من سنوات ماضية فرقتين وثلاثة، وأكثر حاجة وصلنا لأربع فرق داخل مفوضية طرابلس، واليوم احنا في سبع فرق للكشافة البحرية داخل مفوضية طرابلس. هذا يعتبر يعني إنجاز خلال السنوات الأخيرة. قائد أحمد، احكي لنا عن الكشافة البحرية. الكشافة البحرية تأسست في ليبيا سنة 75، وتأسست في طرابلس سنة 78. عندنا العديد من القادة والعديد من القيادات الكشفية البحرية اللي ليهم العديد من اللمسات، يعني والعديد من البصمات اللي داروها في 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 المجتمع الليبي وعلى مستوى المؤسسات ذات العلاقة، سواء كانت بحرية أو فنية بحرية، العديد من المجالات يعني والتخصصات. كان لقادة الكشافة البحرية فعلا يعني لمسة وبصمة لعند اليوم ما زالت مستمرة وما زالت منتشرة. عندنا العديد من القادة الكشفيين اللي تخصصوا في المجال البحري، سواء مثلا الجيش البحري في على مستوى ليبيا بالكامل، او مثلا الجانب الاقتصادي والتجاري، مثلا تجارة في البحر، جانب التدريب مثلا على مستوى الأندية ومستوى الاتحادات الرياضية. فعندنا العديد من نذكر منهم الأسماء. عندنا مثلا في طرابلس القائد أنور الدرناوي، القائد مثلا الكابتن جمال مجراء، عندنا مثلا القائد محمد رجب من الناس اللي، والقائد الهادي بشكاوي والقائد سالم بومنجل، هذو من الناس اللي أسسوا حتى الاتحاد الليبي للشراء. عندنا القائد نوري الكريكشي مثلا، ومعاه مثلا القائد مراد الجرنازي، ومعاه عماد البوزيدي، فتحي شايب. فمجموعة من قادة الكشافة البحرية، وهذو مشتغلوا على الاتحاد التجديف مثلا، عندنا ناس موجودين في اتحاد السباحة. فالعديد من الاتجاهات والعديد من المجالات صراحة استفدنا منها كقادة واستفدنا منها ككشافين. بالإضافة لتأثير الكشافة البحرية أو تواجد الكشافة البحرية الليبية والكشافة البحرية في مفوضية طرابلس، حتى في المحافل، يعني المحافل العربية والدولية على مستوى يعني المنظمة الكشفية العربية، كان لنا العديد يعني من المشاركات اللي جدا إيجابية، ونعتبر أن الجانب الفني متاعنا حتى هو في مستوى جدا رفيع، يعني مقارنة بالجمعيات الأخرى ومقارنة بطبيعة الأداء داخل الجمعيات الأخرى.
فنعتبره عندنا أداة جدا قيم وجدا يستفاد منه يعني بالنسبة للمنتسبين للكشافة البحرية، ويظهر يعني الكشافة الليبية بشكل عام بمظهر المشرف واللائق واللي يليق بالمنتسبين بتاعها اليوم الحمد لله. يعني قائد أحمد، شنو اللي بيميز الكشافة البحرية عن الكشافة العادية؟ خصوصية داخل الكشافة البحرية إن هي فعلا يعني تعد الكشاف من الناحية التربوية الكشفية اللي لصيقة جدا بالجانب الفني البحري. نجو مثلا في المخيمات أو في الأنشطة الكشفية نجد مجموعة من التقاليد أو مجموعة من العادات اللي تطبق ومجموعة من الآليات والمناشط لها الطابع البحري. نعم. وهذا حاولنا بقدر الإمكان إن احنا نميزوا به مجموعة الكشافين داخل الحلقة البحرية. فلما بنجو مثلا في الإعازات على سبيل المثال، هذه مجموعة من المطالب، لما نجو احنا نفذوا في الإعازات متاعنا، لما انت تخشي لمخيم للكشافة البحرية تسمعي الصافرات، صافرة التجمع مش نفس الصافرة اللي احنا نسمعه فيها في مثلا المتقدم في الفتيان وفي الأشباح، لا، في صافرة البحرية نفسها. تضيفي لذلك ان مثلا نجو نتكلم على طبيعة المطالب او الدروس نتاعنا، يتعلم في المبتدئ مثلا التجديف والسباحة، وبعدين في الثانية حتى هو مجموعة من باقي السباحات، يعني عندنا 4 سباحات، يعني يتعلم باقي السباحات، يتعلم معهم مثلا قوارب الشراع، يتعلم معهم بعدين في الدرجة الأولى يتعلم ويتدرب على مطلب المحركات البحرية والسباقات البحرية وكيف يستخدم، بالإضافة لمظاهر الطقس للملاحة وللفنون البحرية اللي هي العقد، يعني الفنون البحرية. فالعديد من المهارات حقيقة والعديد من البرامج والعديد من المناشط والفنون اللي يستفيد منها فعلا الكشاف. وأنا قبل شوية كان في واحد من الكشافين اللي هو عبد الرؤوف، هذا واحد من قاعد يتعلم في فن المكرميات ويخدم به في حاجات تعليقات في اليد وكذا، ويدير في شوية ميداليات للمفاتيح ومش عارف شنو، ويبيع فيهم، غير ما بيش يقول لكم شكله، يبيع حتى فيه، واحدة يبيعها بجنيه، واحدة يبيعها ب50 قرش، واحدة فهي حرفة فعلا، يعني هي حرفة لو انه يتم توظيفها توظيف جيد فهي حرفة. يعني عندنا ناس طلعوا من الكشافة البحرية اصبحوا مدربين سباحة، عندنا ناس طلعوا من الكشافة البحرية أصبحوا مدربين شراع، فتحوا أندية خاصة، في ناس تمكنوا إن هم يعدوا حتى دورات ويديروا دورات للغطس ويديروا دورات للشراع ويديروا، يعني حقيقة العديد من الفنون والعديد من المهارات والعديد من المميزات اللي فعلا احنا اليوم نحس إنها تميز الكشافة البحرية. اسمي عبد الرؤوف محمد دغبيج، الفرقة الأولى بحرية فوق الشط. مهمتي عارف اختارت حلقة البحرية لأنها تختلف عن باقي الحلقات، مش شيء متكرر، هي منهاجها ونشاطاتها مختلفة عن باقي الحلقات. في حلقة البحرية في مجموعة من الفنون والمهارات، منها التجديف، السباحة، قوارب الشراعية، وفي مطلب مهم في الدرجة الأولى إن هو الرحلة ما تقلش عن مسافة 30 كيلومتر في القوارب الشراعية. طبعا أنا في الكشاف من لما أنا صغير وتعلمت هلبة حاجات في الكشاف، ومن أهمها الأشغال اليدوية، كيف تدير عقدة أو كيف تدير حزام. جزء هذا من الحاجات اللي تعلمناهم كيف أن أنت تصنع حزام كشفي بالحبل. قائد أحمد غضان، أعطينا نصيحة للمجتمع بالكشاف. أنا نتمنى يعني من أولياء الأمور أن فعلا يعني يحاولوا بقدر الإمكان أن هم يعملوا على تربية النشء، وأن هم يحاولوا بقدر الإمكان أن هم فعلا ما يخلوش صغارهم لظروفهم زي ما يقولوا، يعني لازم ما يعطوا للصغار حقهم، لازم ما يعطوا لأطفالهم حقهم، لأولادهم لبناتهم لازم ما يعطوهم، يحاولوا بقدر الإمكان أنهم يوصلوا للبحث على مجموعة المهارات والفنون اللي والملكات اللي يعطاهم لهم ربي سبحانه بطريقة تتاح الفرصة لهم ويفتحوا لهم الأفق متاعهم والمجال،
ان هم يجربوا ويمارسوا مجموعه من الانشطه والبرامج على مختلف الاتجاهات. هذه كنصيحه عامه للمجتمع واولياء الامور المخص بها. اما نصيحه الكشاف يعني ننصح كل من انتسب للحركه الكشفيه ان هو يتفكر كل المواقف الايجابيه ويتفكر كل ما هو مميز وحسن وممتع داخل الحركه الكشفيه ويحاول بقدر الامكان يعني كل اللحظات وكل الفترات اللي هو انحرم منها وكان يتمنى ان هو يستمتع بها يحاول انه بقدر الامكان ينفذها ويمتع بها الاخرين ويتيح بها الفرصه للكشافين اللي هو يقود فيهم ويشتغل معاهم او من خلال المهام اللي هو يؤدي فيها ويسير فيها. فهذه نصيحتي بشكل عام ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.